الو، معك مريم دلال. صباح الخير. عندي غير واحد السؤال عافاك، الى شي نهار درت شي حادثه يمكن نعرف شحال بالضبط هيعوضني التامين ديالي؟ هي انا كنتسنى. ما تسناوش حتى يفوت الفوت باش تعرفوا اساس التعويض. اكسا كتبتكر مقاييس بدون مفاجآت اللي كتعطيكم مسبقا الاساس اللي عليه كتعوضوا. اكسا، رؤية جديدة للتأمين والتوفير. أسعد الله وأوقاتكم بكل خير مشاهدينا الأفاضل، وأهلا بكم ضمن النشرة الاقتصادية. أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية أنها أطلقت عملية توظيف مالي لمبلغ 2 مليار درهم من فائضها في السوق النقدية. وأوضحت المديرية في بلاغ لها أن الأمر يتعلق بعملية توظيف في السوق النقدية لمدة يوم واحد بنسبة متوسطة مرجحة تبلغ 3.13%، مضيفة أن تسوية هذه العملية تجرى اليوم. في موضوع آخر، بلغ إجمالي نفقات السياح الأجانب الذين زاروا إسبانيا خلال الأشهر 7 الأولى من سنة 2013 ما مجموعه 32.110 مليار يورو، بزيادة بلغت 6% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2012. وأوضحت معطيات عممتها وزارة الصناعة والطاقة والسياحة الإسبانية أن السياح البريطانيين كانوا الأكثر إنفاقا بما مجموعه 6.35 مليار يورو، أي 19% من إجمالي إنفاق السياح الأجانب، يليهم الألمان ومواطنو بلدان شمال أوروبا ثم الفرنسيون. أظهرت بيانات لصندوق النقد الدولي نشرت اليوم أن تركيا وروسيا وأذربيجان رفعت احتياطاتها من الذهب في يوليوز مع تعافي أسعار المعدن النفيس من أقل مستوى له في ظرف 3 أعوام. ورفعت تركيا حيازات الذهب بواقع 22.5، وهي أكبر زيادة بين 15 بنكا مركزيا رفعت أو رفعت حيازتها الشهر الماضي. اللحظة ننتقل إلى مستجدات بورصة الدار البيضاء ونسهلها بالمؤشرات المحلية. بورصة الدار البيضاء وهي سوق المال الوحيد في المغرب وتعد الأولى مغاربيا والثانية على المستوى العربي من حيث القيمة السوقية، أغلقت جلسة الثلاثاء على وقع الانخفاض، وذلك بالنسبة للمؤشرين الرئيسيين ماديكس ومازي. مؤشر ماديكس وهو مؤشر يقيس حالة السوق على سبيل المثال الأبناك والعقار أغلق جلسته على 0.45% بمجموع 6,830.53 نقطة. ومؤشر مازي وهو مؤشر يشمل كل الشركات المدرجة بالبورصة أنهى جلسته بنقص 0.41%، أي 8,419.04 نقاط. بالنسبة لأسهم الشركات المدرجة بالبورصة في أقوى الارتفاعات، نجد سهم تسليف حل أولا بتسجيله زيادة نسبتها 5.99%، لارتفع سعر سهم إلى 41 درهم. في المركز الثاني حل سهم إندوزام كوب والذي تحسن بما نسبته 4.60%، لينتعش سعر سهم ب 212 درهم. وفي المقابل تصدر سهم جيت ألومارو قائمة أقوى الانخفاضات بخسائر بلغت نسبتها ناقص 6%، ليتراجع سعر سهم إلى 150 درهم. في المركز الثاني حل سهم سكوك اندستري بانخفاض نسبته ناقص 5.83%، ليتراجع سعر سهم إلى 69 درهم. بهذا نصل وإياكم مشاهدينا لختام هذه النشرة الاقتصادية، نشكر لكم طيب المتابعة في أمان الله. الو، معك مريم دلال. صباح الخير. عندي غير واحد السؤال عافاك، الى شي نهار درت شي حادثه يمكن نعرف شحال بالضبط هيعوضني التامين ديالي؟ هي انا كنتسنى. ما تسناوش حتى يفوت الفوت باش تعرفوا اساس التعويض. اكسا كتبتكر مقاييس بدون مفاجآت اللي كتعطيكم مسبقا الاساس اللي عليه كتعوضوا. اكسا، رؤيه جديده للتامين والتوفير.